صراحة بنحيي كل المطربين والمطربات اللي موجودين معانا النهارده. دعونا نرحب بالشاعر الكبير الأستاذ عادل شاكر، الأستاذة الإعلامية منى سلطان، الأستاذ الإعلامي جمال أمين الديب، المطرب مستر تيتو عياد، دكتورة سامية محمد، المطربة الجميلة الأستاذة رحمة روزين، والمطرب الأستاذ سيد فاروق، ومطربنا الجميل الأستاذ كرم علي، والمطربة الأستاذة فتحية جمعة، والشاعر الأستاذة سهير إبراهيم، والأستاذة الإعلامية هدير أنور، والأستاذة الشاعرة أمل محمد أبو مطوح، والأستاذ الشاعر الصديق الغالي الأستاذ رزق محمد، ولا ننسى الملحن الكبير ملحن مصر العظيم الأستاذ محمد عبد الدايم، وقيمة وقامة فنية موسيقية موجودة معنا. وبالمناسبة معانا هنا شهادة تقدير للأستاذ محمد عبد الدايم من وزارة الحربية، مدفعية الجيش الثاني الميداني، الذي أعطته شهادة تقدير حيث نشهد في الوحدة 1261 بأنه قد اشترك ضمن أفرادها في عبور قناة السويس خلال حرب العاشر من رمضان عام 1393 الموافق 1393 الموافق 6 أكتوبر عام 1973، وقد أبلى بلاء حسنا وأعطيت له هذه الشهادة تقديرا لما قام به من بطولات. إذا معنا وسعداء اولا به وسعداء بهذه الشهاده، نحييه ونشكره ونسمعكم واياه تلك القصيده قبل ان نبدا في استقبال الشاعره نجلاء الشرقي. لا تساليني لكي نخرج بعض الشيء بس من الضغط العربي والسياسي والقومي، دعونا نتكلم في رومانسية. لا تسأليني كيف ما قد صار صار، كل الحكاية أن عشقتك باختصار. الفارس الثوري أيقن أنه الآن يشعر في شباك الحصار. هزمته عيناك اللتان عليهما سيحس أول مرة بالانتصار. لا تسأليني كيف ما قد كان كان، وقف الزمان وتاه في سحر المكان. لم أدري هل هو ساحر أم أنتما من تطفيان السحر في عبق الزمان. كل الحكاية أن نبض قلوبنا حين التقى فاستشعر النبض الأمان. لا تسأليني كيف هذا أو متى، إن الفتاة تملكت قلب الفتى وتحكمت بالقلب حتى القلب صار مفتتا، وتلملمت حباته في كفها فتوقف التاريخ في مؤقتا. لا تسأليني كيف هذا قد حدث، أنت التي أحببتها مهما حدث، أنت الحقيقة من نساء قبيلتي والباقيات بلا مبالغة عبث. لما رأيتك هز حسنك مضجعي وأقر قلبي أن أحبك بالثلث.
لا تسأليني فالسؤال بلا جواب. إن المحبة للحبيب لها ثواب، لا تكبت الثورات داخل مهدها، لا يشعل الثورات إلا الانقلاب. لا تسأليني، إن أجمل ما نرى في الكون أسئلة وليس لها جواب.